ستتوسع بكار الحرب بلبنان اكثر ما هو اليوم. طبعا نحن مع حزب الله ضد، يعني حزب الله معنا ونحن مع حزب الله، نحن معا ضد اسرائيل. Iran foreign minister said it yesterday. It wouldn't be Hezbollah alone. And you have the Houthis, you have the Iraqi militias, you have militias in Syria who are not serious. Pakistani, Afghani militias, they're all going to get involved in that. It's an opportunity for them to do something, it shouldn't be big, because we know we cannot control Hezbollah retaliation as well. It's Israel who has been threatening since day one of the crisis, and since 10 months, that they want to return Lebanon to the Stone Ages. They will return to Stone Ages as well. هذه تصريحات لوزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، طبعا أثارت جدلا كبيرا على السوشيال ميديا في ضوء التطورات الحاصلة في جنوب لبنان وانتظار رد إسرائيلي نوعي ضد هجوم مجدر شمس. بوحبيب ظهر على أكثر من وسيلة إعلامية، تحدث عن الوقوف خلف حزب الله وهدد إسرائيل بالعودة إلى العصر الحجري، وقال إن الدولة اللبنانية لا تستطيع ضبط رد حزب الله على أي هجوم إسرائيلي بصراحة. طبعا مشاهدينا، هذه التصريحات أغضبت لبنانيين على السوشيال ميديا. اتهم البعض وزير الخارجية اللبناني بالتحول إلى ما يشبه متحدثا رسميا باسم حزب الله. تفاصيل أكثر حول الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي دكتور مكرم رباح، مرحبا بك. يعني باسم من يتحدث وزير الخارجية اللبناني اليوم، وفي أي سياق تضع تصريحاته التي بطبيعة الحال أحدثت جدلا وغضبا في الأوساط السياسية والشعبية اللبنانية؟ يعني كأنه عم يحكي كناطق باسم ميليشيا حزب الله وليس الدولة اللبنانية. عندما نعطي صفة الناطق لعبد الله بوحبيب نقدم له الاحترام. أعتقد هو بوق، وهو بوق سخيف، كون تصريحاته مخزية بحق وزير خارجية لبنان. وفي السابق هذا المركز كان يحتله العظماء، هنا أتكلم عن فؤاد بطرس وأتكلم عن شارل مالك، حيث نرى بأن وزير الخارجية الذي هو عليه أن ينطق باسم الدولة اللبنانية وفكرة الدولة يحاول ويناور ويحاول أن يقول بأن حزب الله هو الدولة اللبنانية. في بعض الأماكن يظهر على الإعلام ويقول نحن نفاوض حزب الله. للأسف أن عبد الله بوحبيب أكثر من دمية عند حزب الله، كونه ينتمي إلى تحالف الأقليات، وهو في السابق قد ركز على هذا التحالف، لا سيما بأنه هو قريب من الرئيس السابق ميشيل عون، وقد روج بأن موضوع تحالف الأقليات بما يطلق عليه إيران والمسيحيين والعلويين. كل ذلك يؤكد بأن حكومة الميقاتي، إن كان بشخص الميقاتي أو بشخص الوزراء المتواجدين في هذه الحكومة، هم مجرد كومبارس كما يطلق عليهم. وفعليا ما يقومون به من محاولة لإعطاء غطاء دبلوماسي لهذا الحزب ولهذه الميليشيا التي تقاتل باسم إيران لن يقدم ولن يؤخر. أن المجتمع الدولي قد عرى ويعرف من هو عبد الله بوحبيب، وأعتقد بأن ليس هناك من احترام من المجتمع الدولي، وبالتحديد من دول الخليج العربي الذي أصبحت تنظر إلى الحكومة اللبنانية على أساس أنها غطاء لحزب الله. نعم. طيب دكتور مكرم، خلينا نحكي عن نقطة مهمة اليوم. على ماذا يستند بوحبيب بهذه التصريحات لما بيقول أن إسرائيل أيضا ستعود للعصر الحجري؟ يعني كلنا بنعرف الأزمات اللي عم بتواجه لبنان وعم بتحلل مؤسسات الدولة، ما رأيك؟ أنا رأيي بأن هذه كما يقال عليها بالإنجليزية talking points، أو كلمات أو جمل أعطيت له من حزب الله ومن وفيق صفا أو من أحد المسؤولين في الحزب. الفكرة الأساسية هنا بأن هذا الكومبارس لا ينتبه عندما يقول حزب الله بالمجمل بأن تم تهجير أهالي الشمال الإسرائيلي وهم الآن يقطنون في الأوتيلات، ألا يعرف بأن التدمير الذي حصل في جنوب لبنان والتهجير الذي حصل إلى أبناء الجنوب من الشيعة ومن اللبنانيين بشكل عام لن يستطيع حزب الله بأن يعيد إعمار تلك المناطق، كون لبنان في هذه المرحلة بالذات يفتقر إلى أي من الأصدقاء وليس هناك من غطاء دولي. نعم. المشكلة الأساسية هنا بأن عبد الله بوحبيب يحاول أن يتصرف كما تصرف طارق متري سنة 2006 عندما ذهب باسم الحكومة اللبنانية وباسم الشعب اللبناني إلى الأمم المتحدة واستطاع أن يستحصل على القرار 1701 الذي حمى لبنان آنذاك. وللأسف أقول للأسف قد حمى حزب الله، كون الشعب اللبناني بهذه المرحلة كان يعتقد بأن حزب الله سيعود إلى رشده وإلى لبنانيته، لكن هذا الرهان كان رهانا خاسرا. ونراه اليوم بأن حزب الله يحاول أن يختبئ وراء دولة وحكومة قام هو بتدميرها عبر عدة خطوات، ومنها انتخاب ميشيل عون رئيسا للجمهورية. نعم، يعني من أيضا تصريحات بوحبيب دكتور توحي اليوم بأنه لبنان قادر على مواجهة إسرائيل، وأن اللبنانيين متفقون جميعا على الوقوف خلف حزب الله. ومع ذلك يعني اليوم الواقع مغاير تماما لما تحدث به. أغلب اللبنانيين لا يريدون الحرب ولا يتفقون مع حزب الله. ما التداعيات المحتملة لهذه التصريحات على لبنان؟ كما ذكرت في السابق أن التداعيات المباشرة هي بأن رأس الدبلوماسية اللبنانية يخسر من مصداقيته ومن قدرة لبنان على أن يستحصل على مساعدات، إن كانت مساعدات معنوية عبر تصريحات واضحة من الدول العربية والدول الأجنبية بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، أو بالمرحلة ما بعد الحرب بموضوع إعادة الإعمار. المشكلة الأساسية هنا بأن لا أعتقد بأن بوحبيب يحاول أن يجامل، هو فعليا ينتمي إلى هذا المحور ويعتقد بأن هذا الكذب والخداع ومحاولة استجداء المبعوث الأمريكي آموس هوكستين. والمفارقة هنا إن كانت الحكومة اللبنانية المتمثلة بميقاتي أو رئيس مجلس النواب نبيه بري يراهنون على الديمقراطية الإسرائيلية والديمقراطية الأمريكية، في حين هم يعتبرون بأن تلك الكيانات هي كيانات شاذة وتفتقر إلى الإنسانية والديمقراطية. هذا الرهان على أن حزب الله سيستطيع أن ينجو بنفسه في هذه المواجهة أعتقد هو ضرب من الخيال. وما سيحصل هو أن الضربات التي ستأتي إلى لبنان لأن حزب الله يستتر ويتترس وراء الشعب اللبناني ستكون قاسية، ولربما ستعيد هذا الشخص الذي يدعى عبد الله بوحبيب لرشده. طيب، قبل أن نختم اليوم، يعني وزارة الخارجية اليوم يفترض بأنه تكون واجهة الدولة اللبنانية وسياساتها الخارجية. هل فينا نقول أنها أصبحت أداة بيد ميليشيا الحزب، وهذا الشيء بطبيعة الحال يضعف هيبة الدولة اللبنانية وسيادتها؟ إذا بتسمحي لي استعمل مثل لبناني شعبي بيقول هيدي الكنيسة الخربانة بدها هيدا الخور الأعمى، مما يعني بأن هذا الهيكل المتآكل الذي يفتقر إلى أي نوع من الشرعية السياسية يستحق شخص كعبد الله بوحبيب لينطق باسمه. هو لا ينطق باسم الشعب اللبناني ولا ينطق باسم أحد، هو خادم لهذا النظام السياسي الذي قتل الشعب اللبناني ودمر مدينة بيروت، ونحن على بعد أيام من الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت. وهذا الشخص قام مرارا وتكرارا بمحاولة تطبيع وجعل حزب الله وسلاحه شيء طبيعي، في حين أن الدولة اللبنانية والشيء الوحيد الطبيعي في الدولة اللبنانية هو حكم القانون والمحاسبة والعدالة. نعم، شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات. كنت معنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي دكتور مكرم رباح.